والمنتخب السابق. كابتن وساوي ورحب بيك. اهلا وسهلا بك يا اسلام. اهلا وسهلا بيك. طاهر محمد طاهر صفقة مميزة للنادي الاهلي ولا لا؟ طبعا ما فيش شك، طاهر من اللعيبة المميزة والوعدة من ساعة ما طلع في بداياته مع المقاولين العرب، من الناس اللي لفتوا الانظار اعتقد لكل الوسط الرياضي. عنده مقومات كتيرة للعيب الجناح، يعني عنده سرعات، بيعرف يلعب على الأطراف كويس، بيعرف يعدي، بيعرف يروح يشتغل على الجون، بيعرف يجيب جون، فعنده مقومات كتيرة للعب الوسط المهاجم من الأطراف، ودي نقطة أو مكان مش عايز اقول النادي الاهلي فيه طبعا لعيبه كتير جدا موجودين زي جايه، كهربا، رمضان، وليد، الشيخ، جيرالدو، كل دول بيلعبوا على الاطراف، والشيخ عبد الله الشحات، كل دولت، لكن هو اضافه حسين الشحات. حسين الشحات، بقول لك حسين الشحات. بقول لك الشحات. كل دولت لعيبه اطراف، عايز يبقى في منافسه قويه. طبعا هو سنه صغير وواعد، هينافسهم. وطبعا كمان يعني يمكن النادي الاهلي بيخش في بطولات كتيره، فبيحتاج عناصر كتيره جدا تشارك معاه. وكمان ما فيش شك، لو رمضان صبحي النادي الاهلي ما قدرش يحصل على خدماته انه يكمل في النادي الاهلي، كان لابد ان يبقى في وجود واحد زي طاهر اضافه للمجموعه اللي انا قلت لك عليها. فهو ما فيش شك مكسب للنادي الاهلي، بس هو طبعا المنافسه في النادي الاهلي بتبقى صعبه جدا وشديده جدا. مع احترام الكامل للانديه اللي في مصر، الاهلي والزمالك بيبقى ليهم وضع مختلف شويه، ف هينافس ناس كتيره، المكان مش هيبقى فاضي بسهوله، فهو لازم يجتهد جامد جدا. واعتقد ان هو يعني قادر ان شاء الله انه يضيف للنادي الاهلي في السنوات القادمه يعني. طيب هل هو يعني حضرتك لو أسامة عرابي مدرب دلوقتي داخل الجهاز الفني ومع السويسري طبعا فايلر، هل هتنصحه؟ ما بتكلمش على دلوقتي، انا بتكلم عندما ينتقل طاهر محمد طاهر، عشان الناس ما تاخدش الكلمه في ان احنا بنقول دلوقتي. هل هو يلعب على مروان محسن؟ هل هو يبدا على طول يكون متواجد يلعب؟ لا، هو على أي حد. هل طاهر محمد طاهر يغني النادي الاهلي عن التعاقد مع مهاجم اجنبي اخر في حاله رحيل وليد ازارو، في حاله رحيل بادجي اللي لسه متعاقدين معاه، واللي على حسب معلوماتي ان فايلر مش مقتنع بيه بشكل يعني لغايه دلوقتي؟ بص، هو طاهر زي ما انا قلت لك بيلعب على اطراف اكتر، يعني انا ما شفتوش كتير في مركز راس الحربه، ما يعني ما اقدرش اقول انه في مركز راس الحربه انت بتقارنه بمحسن، بطلاق مروان محسن وباجي وازارو كده. هو بيلعب بالظبط، هو بيلعب على الاطراف اكتر، هو بيلعب على الاطراف. لا، لكن ما اقدرش ان انا استعين بيه يعني كراس حربه صريح. ممكن، ما هو كهربا احيانا بيلعب، وشفنا مستر فايلر عمل كده مع اجاي، ساعات بيلعب بمهاجم بيبقى وهمي شويه، لكن طاهر معظم شغله كان في الاطراف يعني، لكن ممكن احيانا تستخدمه كراس حربه وهمي، ونحن بنشوف الكلام ده في الكوره الحديثه دلوقتي كتير. كهربا بيقدر يعمل كده، شفنا جايه بيعمل كده، في لعيبه كتير في مصر دلوقتي بيقدروا يلعبوا مش راس الحربه التقليدي يعني، لكن هو في الاساس اعتقد ان هو لاعب اطراف اكتر يعني. هل انت شايف حضرتك يعني المبلغ اللي تمت بيه الصفقه مبلغ مغالى فيه شويه ولا لا؟ لا دلوقتي مش مغالى فيه، بالاسعار اللي احنا بنشوفها دلوقتي مش مغالى فيه، يعني يمكن لما كانوا بيتكلموا الاول في 40 مليون ولا 50 مليون اعتقد كانت ممكن تبقى غاليه شويه، لكن 25 مليون دلوقتي في الاسعار اللي احنا شايفينها في الكره المصريه يعني بقى رقم عادي، خاصه قلت لك ان هو يعني سنه برده مش كبير، يعني لسه قدامه سنوات، يعني الاهلي ممكن بعد كده ان شاء الله يضيف للنادي الاهلي، وبعد كده كمان ممكن الاهلي يستفاد من بيعه لو اراد مثلا في وقت معين. ف يعني خلاص الرقم ال 25 بالنسبه
للمبالغ اللي موجودة دلوقتي بقى مبلغ إلى حد ما عادي، يعني ما أقدرش أقول مغالفي يعني. كابتن أسامة عرابي طبعا نجم الأهلي السابق، بشكرك شكرا جزيلا. ده بالنسبة